نروح الاول وهدخل في تفاصيل كاس العالم، بس قبل كاس العالم لازم اتكلم على مصر وبلجيكا. وانا شايف المباراه دي من واقع الامر الواقع احنا امام خيارين كلاهما مر. تلعب جيم كويس قدام منتخب عالمي فيه نجوم من العرض تقيل زي بلجيكا وتخسر، ولا تبني حيطه وتلعب ماتش دفاعي عقيم وتطلع بنتيجه ايجابيه حتى ولو كانت مكسب؟ الاثنين دول يعني اعتقد هم السيناريوهين الوحيدين اللي ممكن يكونوا مطروحين قدام روي فيتوريا، الا لو كان كابتن احمد عادل عنده وجهه نظر ثالثه، واتمنى ان يكون عنده وجهه نظر ثالثه. خلينا نسمع رايه الاول في المباراه المنتظره طبعا مصر وبلجيكا يوم الجمعه، وبعد كده ندخل معاه في كاس العالم. بس قبل كل ده نقول له اهلا وسهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك، منور الدنيا ومشرفنا في السادسه. ربنا يخليك، ودايما بسعد وانا موجود مع حضرتك. انت مستني ماتش مصر وبلجيكا ده زي ما الناس مستنياه، ولا بتقول تجربه وديه يعني ما الراجل يعمل اللي هو عايزه ويلعب يجرب لعيبه يجرب طريقه مش مهم خالص يعني نحط في اعتباراتنا في اهداف ومكاسب من اللقاء ده؟ لا اكيد ما فيش شك ان مباراه كبيره للمنتخب، وانا بشوف انها مباراه اكبر للجهاز الفني، الجهاز الفني بقياده مستر فيتوريا، ودي انا بشوف انها تجربه حقيقيه كبيره وما فيهاش ريسك، الراجل لازم يلعب بكل قوه، لان طبيعي لازم يبقى عنده علم برضه ان مصر كلها مستنيه مباراه شبه دي. أيوه. مع فريق كبير هيشارك في كاس العالم. اللي ما عملوهوش كل اللي سبقوه، يعني كل اللي سبقوه اتفقوا على ان كرة مصر او شكل منتخب مصر هو اكتر دفاعي، يعتمد على الهجمات المرتدة او يعتمد على الوصول لضربات ترجيح، او يعني ما فيش فكرة انه المنتخب يلعب كرة هجومية. كانوا وطنيين يعني، كانوا شوقي غريب، كانوا البدري، كانوا ايهاب جلال، او كانوا اجانب من مدارس مختلفة، هيكتور كوبر، كيروش وغيرهم، كلهم تقريبا شافوا انه دي الطريقة الانسب اللي تنفع مع المنتخب. هل تتوقع ان فيتوريا يقدر يغير ده؟ يعني اللي اعرفه عن الراجل انه هو راجل كرته هجوميه، هل تنتظر منه ده في ماتش بلجيكا، ولا لسه شويه او يحتاج وقت اطول عشان يعمل ده؟ لا انا زي ما بقول لك ان زي ما بقول لحضرتك ان هي تجربه حقيقيه للمنتخب، وخصوصا ان انت عندك مقومات ان انت تلعب كره هجوميه، وخصوصا لما يكون عندك واحد لعيب زي محمد صلاح، عندك نني، عندك اكتر من محترف، ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك ده مهم جدا على الراجل. وحته دفاعيه دي بتبقى انا بشوف ان هي في البطولات المجمعه يعني حسب طريقه اللعب، لكن دي مباراه وديه، مباراه وديه مهمه جدا ان انت العب لعبك يعني. العب لعبك، العب اللي انت متعود عليه، عندك الامكانيات من القدرات اللعيبه الفنيه والبدنيه ان هي تقدر تفرض لك اسلوب اللعب اللي انت عايزه. انت بتواجه منتخب برضو منتخب كبير يعني، واحد من المنتخبات اللي مرشحه انها تروح لبعيد في كاس العالم. بلجيكا النهارده اعتقد تصنيفه النهارده التالت على العالم. اكيد ما فيش شك هيبقى في مرحله جس نبض من الفريقين، اكيد فريق بلجيكا هينزل هيهاجم بشكل مكثف جدا عليك، مهم جدا ان انت تعدي اول 10 دقائق، تعدي اول 10 دقائق بدون اهداف. وانت في الملعب يعني، انت لو انت بتلعب الماتش ده يا احمد ونزلت الملعب وقدامك، وانت وصف لي شعور اللعيبه برضو. انا عارف ان في فروق وفي الدنيا بتختلف من واحد، بس في النهايه انت هتنزل الملعب هتلاقي تيبو كورتوا في حراسه المرمى قدام مصطفى محمد. طبعا مصطفى بيلعب في فرنسا الى حد ما، برضو فكره الاحتراف دي بتكسر شويه حته الرهبه، لكن النهارده كورتوا يمكن يكون الافضل على مستوى العالم. تتكلم على مدافعين على اعلى مستوى، خط نص على اعلى مستوى، مهاجمين على اعلى، معرفش طبعا التشكيله هيلعب معانا، هل الراجل حتى عندهم هيراهن على الاساسيين؟ يعني هنشوف دي بروينا، هنشوف ميرتنز، هنشوف لوكاكو، هنشوف هازارد الكبير او الصغير، يعني مش عارف الراجل هيفكر برضه في ماتش زي، واكيد خايف على لعيبته قبل البطوله. الرهبه بتاعت اول دقائق دي وانت رجلك في الملعب، ايه المطلوب؟ ودور الكباتن الكبار كمان، الناس اللي عندها خبره كبيره، دورها في البدايات دي ازاي؟ مهم الكلام، مهم الكلام بيننا وبين بعض كلعيبه، مهم الكلام، صوتنا يبقى قريب من بعض، حته الفوقان، حته عدم الكسل، لان انت مع فرقه زي دي او مع لعيبه محترفه بشكل كبير جدا، ممكن من ربع فرصه ممكن يجيب جون، ممكن من ربع فرصه ان هو يضغط عليك يخليك تغلط، لكن مهم جدا هنا حته الترابط تقريب الخطوط من بعض، ده مهم جدا ما يبقاش فيه مساحات، لان فرق بلجيكا بتلعب على اطراف الملعب بشكل كبير جدا عن طريق هازارد وعن طريق دي بروين من الاختراق من القلب زي ما نشوفه مع السيتي. دي بروين ده بتاع حمدي. لا يعني دي بروين انا شايف انه يعني حمدي فتحي
مطالب انه يوقف خطوط، لانه دي بروين على بيتهيألي هو اهم واخطر لاعب. لو دي بروين فاق في الملعب وبيتحرك هيتعب منتخبنا بشكل كبير جدا، وهيشغل المنتخب البلجيكي بشكل كويس. لو اتعطل او وقف جزء كبير من قوه المنتخب البلجيكي تقف. هو طريقه لعبه متنوعه، طريقه لعب دي بروين ما تقدرش تقول هو بيلعب 8 صريح او بيلعب 6 صريح، لا هو على طول ممكن تلاقيه فرود داخل ال 18. ده انت كان عليه في السيتي. هتلاقي طريقة لعبه مع المنتخب كده برضه، واخد تحرر بشكل كبير جدا. وهنا اكيد اكيد المدير الفني لما بيكون معاه لعيب زي هازارد، زي لعيب زي دي بروين، بيدي له حريه الحركه، زي ما احنا مع منتخب مصر بندي حريه حركه محمد صلاح. مع زي ما بتكلم دايما على منتخب مصر مهم جدا، اكيد فريق بلجيكا هيبقى مركز مع محمد صلاح بشكل كبير جدا، لكن مهم استغلال الحته الثانيه، ممكن محمد صلاح ياخد الانتباه او ياخد اثنين لعيبه معاه، نستغل هنا مصطفى محمد، نستغل الجبهه اليسرى وهي شغاله. دي مهم جدا، مهم جدا ان احنا نشتغل على كده، نشتغل على كده، خصوصا محمد صلاح. محمد صلاح لازم نستغله بشكل امثل بشكل كبير جدا، ان انت على طول ما تطالبش محمد صلاح ان هو بينزل يدافع. لا، هو قاطع شوط كبير جدا لو طلبت منه ان هو ينزل يدافع، لكن ممكن يلعب طريقه زي فرويد وهمي مع ليفربول. صلاح بينزل يعني مش عارف برضو الناس ليه يعني في حته صلاح بينزل يدافع مع ليفربول يعني ما هنا انت هنخش في مين بيلعب تحت منه في ليفربول، مين بيلعب في نص الملعب، بيلعب تحت منه احسن لعيبه، وفي طبعا النهايه برضو بيرجع يدافع. يعني ما انا ممكن اقول لك ما هو وراه، خلينا نتفق انه ارنولد مثلا لو فايق، انت بتتكلم على واحد من افضل يعني ظهير ايمن على مستوى العالم، صح ولا لا؟ ورا في خط الدفاع كوناتي او فيرجيل فان دايك او حتى ماتيب، حتى لو اتفقت او اختلفت على مستواهم برضو مدافعين معيار ثقيل، وراهم اليسون بيكر واحد من افضل حراس المرمى. فكر زي كده ممكن اقول لك لا مش محتاج صلاح يدافع، ما انا عندي ورا كتيبه. لا، لكن رغم كده بيرجع يعمل. انا اقول لحضرتك على حاجه، ليفربول بيعرف يطلع بالكره من تحت، دي اللي بتفرق بين منتخب مصر وبين فريق ليفربول، ان هو بيعرف يطلع، بيعرف يبني الهجمه ازاي، بيعرف يلعب الكونتر اتاك ازاي. واحنا ما بنعرفش يعني؟ لا لا، ممكن صلاح اخر سنتين مع المنتخب او اخر ثلاث سنين اتظلم في الموضوع ده جدا، اتظلم. وخصوصا ان انت على طول بتلعب، عايز تلعب كونتر اتاك، وصلاح اساسا ان هو عند ال 18، فده صعب جدا، صعب ان انت ما بتبنيش. وده يمكن اللي اتكلمنا عليه مع منتخب مصر الفتره الاخيره، ان انت ما بتبنيش اللعب من تحت بشكل كويس، ان انت تقدر تستغل صلاح، تستغل مرموش، تستغل مصطفى محمد. وخصوصا كنا بنعلق بشكل كبير جدا على منتخب مصر ان مصطفى على طول بينزل على نص الملعب. أي. فهنا الفرود الصريح اللي انت المفروض بتطلع عليه، اتمنى ان كل الحاجات السلبيه دي تتعالج، ونتمنى ان انا مستني اشوف طريقه فيتوري، يعني مستني اشوف، مش مستني منه مكسب يعني، خلينا منطقيين وموضوعيين في نفس الوقت. محدش منتظر منك تروح تلعب جيم كبير وتكسب منتخب زي بلجيكا، لكن منتظر اشوف شكل وبصمه لخطوه اولى في بناء شخصيه منتخب مع روي فيتوري. هتلعب ازاي؟ هتلعب انت بتقول رايح العب كوره، فبالتاكيد مش هتلعب جيم دفاعي، وبالتاكيد هتبني خطتك وتبني تشكيلك واختيارك للعناصر اللي هتبدا بيها على انها تكون عناصر تقدر تعمل ده قدام منتخب كبير زي بلجيكا. هتلعب ازاي؟ وتختار مين عشان ينفذ من وجهه نظرك؟ وهل في اماكن او مراكز في الملعب فيها مشاكل بالنسبه لوي فيتوريا؟ اكيد في الجبهه اليسرى، في الجبهه اليسرى، وخصوصا غياب احمد فتوح. ده هياثر على في القلب برضو بالتالي، ممكن عندك الونش وعبد المنعم ومتولي الثلاثه، ما دي مشكله. المشكله برضو ان انت عندك فعلا حته القلب دي مش موجود فيها حد. طبعا عوده اكرم توفيق دي حاجه جيده، لكن في بعض الاماكن لا، اللعيبه جاهزه، اللعيبه اتمنى ان يلعب بطريقه مش هنقول دفاعيه لكن فيها حرص بشكل كبير جدا، وهي 4-3-3. ممكن يبدا 4-3-3، وهي دي انا بشوف ان هي الطريقه المناسبه امام منتخب كبير زي ده. يفرق معايا في الثلاثه، يعني ال 4-3-3، الثلاثه في النص، الثلاثه اللي في النص. مين الثلاثه اللي في النص؟ يعني الثلاثه دول هم اللي هيحددوا شكل وطريقه اللعب بتاعت فيتوري. هتختارهم مين؟ هتختارهم كواليتي مثلا طارق حامد وحمدي فتحي ومعاهم السوليه، ولا هتختارهم مثلا يعني حمدي فتحي ومعاه قفشه ومعاه زيزو، ولا هتختار النني ومعاه قفشه ومعاه يعني؟ لا، انا بنشوف انسب ثلاثه. السوليه طبعا مش مع المنتخب، بس انا بتكلم على الشكل والاداء وطريقه الاسلوب. بشوف انسب ثلاثه ممكن، انا بشوف ان حمدي وطارق حامد نفس طريقه اللعب. أي. نفس طريقه اللعب اللي هو ممكن يلعب قدام السرد باكين، هو اللي بيعمل الستاره في نص الملعب، بيعمل الكفر على اي حد بيهاجم، على اي مركز بيهاجم.
لكن لو هنبدأ ممكن نبدأ بحمدي، وعلى يمينه النني بحكم الخبرات الدولية اللي النني عند بقى له النني. كتير قوي بعيد برضه، يعني هو أرسنال وكل حاجة، بس إصابة بعدته وقت طويل جدا، مفيش مشاركة. لعب آخر ماتش بس إيه، خد أعتقد 7 8 دقايق. فهل تعتقد إنه ممكن يبدأ المباراة؟ ان هو منني انا بشوف ان هو بيلم كويس في نص الملعب، يعني بيلم كويس في نص الملعب. التالت ممكن تلعب بزيزو، تلعب بزيزو. بزيزو ان انت بتدي له حريه هجوميه في الحته دي، فممكن بتقلب الطريقه. ممكن زيزو لما بياخد حريه ممكن تلعب ينزل حمدي والنني يبقى بيدافعوا في نص الملعب، وبتدي حريه للاطراف اطراف الملعب. ده مرموش غيابه مؤثر؟ اكيد مفتاح لعبه مهم للمنتخب، بس اكيد في لعيبه تعوض، في لعيبه تعوض. يعني الافضل مكان مرموش بما انه اللي كان اساسي في الفتره الاخيره، رهن تريزيجيه، على تريزيجيه. تريزيجيه طبعا، تريزيجيه هو الانسب، واللي انا كنت يعني بقول ان ده لو مش هتلعب مرموش تريزيجيه هو الانسب، ورجع فورمته تاني بيأدي بشكل جيد مع فريقه اكيد. مين جنب حجازي لو حجازي بدأ اساسي؟ يعني ما اعرفش طبعا في في المعسكر يعني الحاله الفنيه بتحكم في النهايه، بس يعني اعتقد انه حجازي قريب جدا من المشاركه، تتفق حجازي؟ ولا؟ لا لا، اتمنى حجازي. حجازي مين حتى اللي لو جنبه بقى؟ ب 50 60% مين من اللي جنب مستواه، حجازي؟ مش متذكر محمود مين علاء، موجود. علي جبر، أسامة جلال، دي الأسماء الأوراق اللي موجودة يعني في تشكيلة لا انا بفضل اللي إيطاليا. يلعب جنب حجازي يكون حد بكورته كويس، يعني حد بيطلع بالكرة كويس، حد بيباصي كويس، حد الكرة ممكن يكمل شوية. لكن حجازي في العالي انا ما بفضلش ان يكون الاثنين، مثلا علي جبر وحجازي الاثنين بيخبطوا الاثنين في الكور العاليه كويسين، لكن حته ان حد يبدا بالكره من ورا اتمنى ان حد يكون كورته عاليه، كورته عاليه. ف يعني ممكن علي جبر، ممكن علي جبر، ممكن علي جبر، ممكن علي مش جبر. أسامة جلال، لا سن أصغر إلى حد ما، خبرات علي خبرات علي تديله أكتر. تدي له في مباراة كبيرة شوية.